اذا احنا في طريق العوده لمدينه الدار البيضاء المدينه الام. كنا في طنجي، مشينا لدوك الناس بعد تقريبا بشي 20 كيلومتر على طنجي، المنطقه شويه نائيه. فكرنا اننا نتعاونوا معهم، فعلا كيستحقوا، فعلا الحاله الصحيه ديال الاب تستحق المساعده. حاولنا اننا تكلمنا معهم، منير شافنا الحاله الصحيه، احنا والاخ منير تكلمنا مع الاطباء. خلينا اليوم نيميرو التليفون ديالنا، خلينا اليوم نيميرو التليفون ديالنا، وان شاء الله يكون خير في قادم الايام، ونتمنوا الشفاء العاجل لهذاك الاب، حيت حنا كاملين اكيد كمغاربه تعاطفنا مع هذيك الحاله، نتمنوا مستقبلا يكون خير ان شاء الله. منير، السلام عليكم. الحمد لله مشينا اليوم عند داك السيد كما يعني شرنا في الصباح. الحمد لله يعني وصلنا للمكان، واخا بعيد شويه على طنجه، خارج على طنجه بشي 20 ولا 30 كيلومتر. الحمد لله وصلنا لديك البلاصه، عائلته الله يعمرها دار، الوالده ديالهم يعني الزوجه ديالو سيده طيبه، الوليدات الله يعمرها دار، الناس يعني عائله محافظه، الله يعطي الوالد ديالهم الصحه ديالهم في هذا النهار هذا. المهم شفنا ملف طبي، اتصلنا يعني بعض الناس اللي غادي يشوفوا الملف الطبي ديالهم ان شاء الله، وتيبقى الاختيار ديالهم، راه عندهم يعني النمره ديالنا، يشوفوا يعني الامر اللي غادي يسلكهم، يشوفوا مع الطبيب ديالهم، وعندنا حنا الطبيب ديالنا، ديك الساعه تيبقى الاختيار ديالهم، بغاو يكملوا مع الطبيب ديالهم مرحبا، بغاو الطبيب ديالنا حنا مرحبا، ما دير لهم يد المساعده وقت ما بغاو، يعني المهم عندنا في هذا الشيء كله حنا هو الاب يتشافى. ونتمنوا من الله يا ربي الدعاء ديال المغاربه كاملين لهذاك السيد مسكين اللي حقاش يستحق العلاج. وشكرا يعني السيده ديالو، سيده طيبه ما هذا المنبر هذا تنقول لها سيده طيبه، عائلته كامله طيبه، وليداته الله يخلي ليه وليداته، تا هما مساكن الناس الله يعمرها دار، ناس كما قلت محافظين، ونتمنوا من الله يا ربي الشفاء العاجل لهم.